هالفيديو انتشر بشكل كبير. أصغر فارسة في العراق تتفاجأ بموت حصانها الوحيد. بس شو قصتها وليش انتشر؟ لانيا فاخر طفلة عراقية عمرها 8 سنوات، بدت تهتم بالخيول من عمرها 5 سنوات يوم اهداها أبوها حصان وسمته جسلو. كانت تهتم فيه وايد، تأكله، تشربه، تنظفه، وأحياناً تنام عداله. اتعلقت فيه بشكل كبير، حالها حال أي شخص يربي حيوان. مع الوقت يتعود عليه، وإذا غاب يحس بنقص. المهم بالفترة الأخيرة بدأ يتعب وما صار نفسه أول. والبيطري قال لها إنها ما تقرب صوبه، لأن أحياناً الفيروسات والأمراض اللي تصيب الخيول تنتقل للبشر وتأذيهم بشكل كبير. بس هي ما قدرت وظلت تهتم فيه لآخر لحظة. تحاول تساعده قدر المستطاع، بس للأسف فارق الحياة. انتشر هالفيديو لانيا وهي تبكي عليه وتحضنه، لأنها ما قدرت تتحمل فراق صديقها الوحيد وما زالت لليوم تروح لقبره. هالفيديو كان سبب في تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشروه بكل مكان، حتى وصل لسمو الشيخ محمد بن راشد، وفوراً أهداها مجموعة خيول. هذا غير الاهتمام فيها بتدريبها وتوفير مركز تدريبي خاص فيها حتى تتعلم وتعلم اللي حولها. تعلق الشيخ بالخيول خلاه يحس فيها ويهتم لأمرها، لأن اللي يتعلق بالخيل من صغره بيدرك الشغف فيها. علمتني خيلي الأولى أن الإنجاز لا يأتي على طبق من ذهب. تعلمت من خيلي أنه عندما تحب شيئاً واصل فيه حتى النهاية. هذه كانت قصة انتشرت وسمعناها، وأكيد في قصص ملهمة غيرها ما سمعنا عنها، لذلك خبرونا عنها بالتعليقات ونشوفكم بالحلقة الجاية.